تكلم الأخ نزار عن مسألة تهنئة النصارى في هذه الأيام برأس السنة الجديدة، ولا شك أن هذا في نظري أنه لا يجوز، وأن هذا من مشاركتهم في أعيادهم وتهنئتهم بأمور لها علاقة بدينهم، لأن هذا رأس السنة الميلادية، وكذلك ما يسمى بعيد الكريسماس ونحوها. فيعني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. والتشبه كما يكون باللباس والهيئة والمظهر، يكون كذلك بالألفاظ والعبارات، فيتحاشى المسلم أن يهنئهم بذلك. ويعني ينبغي أن يكون دورنا أن يعني نظهر قضيتنا الحقيقة، وأن يكون رأينا صريحا وواضحا في مثل هذه القضايا التي تمر بالمسلمين، وأن ما يسمونه الآن تعايشا وفي الحقيقة هو تكالب على أمة الإسلام، صحيح، إنما هو خديعة يريدون أن يسوقوها ويروجوها على بلاد المسلمين.